سيري بيرا بيرو كاين واحد حفره كان واحد جليس واحد حفره طويله تقريبا فيها واحد 4 متر ولا 5 متر وفي الحافه وجات في الطريق ما بينها وبين الطريق تقريبا متر. واش مؤسسه تعليميه وراها 5 ديال البيار. انا هو السيد اللي كان طاح ليا الدري كان طاح ليا في البير عنده 9 سنين ونص تقريبا واحد العامين ولا 6 سنين وحنا كنعانيو من هذا البئر ما كاينش اللي بيعتقنا ولا بيرحمنا. الله يجازيكم بخير. حنا كنطالبوا المسؤولين الله يرحم والديهم يجيو يشوفوا هذه الحاله ديال هذا الدوار هذا. واش مؤسسه تعليميه وراها 5 ديال البير وواحد اونفاس البير وواحد اونفاس المدرسه ومن اخطر البيار هما كيشوفوا كي تيشوفوا الصحافه اللي كيشوفوا فيها ما تحركوا ما سدوه ما قلبوا ما والو. ما بيناش شي كارثه اخرى توقع، ما بيناش شي وليد اخر نفقدوه، ما بيناش شي واحد اخر ولو حيوان شي حيوان ما بغيناش نتجمعوا باش نجبدوا حيوان طاح في البير حشومه عندنا. وهذا الشيء ما خدامش، ها الارض هي كتشوفوها جافه ما فيها حتى شي حاجه، كلهم خدامين يديروا لهم بيت يسدوا على بيارهم، كي دايرين لهم الناس لداخله كاينين الناس لداخل عندهم البير دايرين بيت سادين مغطين حافرين بالسولده ومغطينه وحافرين بالسولده 30 سنتيم ومغطي. علاش هاد الناس هادو ما يسدوا هاد الكارثه هادي؟ اعتبروا اولادهم كيقراو، حنا هذا هو الاساس عندنا ان ولادهم هما كيقراو عندنا هنا، يدير راسو هو ولدو هو بغا يطيح هنا صافي ويجي يفكوا هذا المشكل هذا. انا هو السيد اللي كان طاح ليا الدري كان طاح ليا في البير عنده 9 سنين ونص. طيب وهاد الناس راه ما سدوا لا ديال لا والو خلاهم كيما كانوا. واش عمر شتي الفير دايرين ليه الشطب؟ هاد الدراري تيجي ورا المدرسه راه قريبه المدرسه بعيده المدرسه قريبه واحد 30 متر باش بعيده عليه. الفيار خمسه اربعه الفيار هادو مهجورين مهجورين ما كاين لا مزيان لا والو الدراري تيضلوا يلعبوا وحدهم هذاك الشيء تنخافوا تاني عاوتاني يطيح شي دري كيما طاح الولد عندي انا طاحت تما فقنا تنقلبوا عليه قريبا واحد نهار ونص تنقلبوا عليه والدري طايح في الفير ما كاين اللي جاب خبار ولا شي حاجه حتى جات ولاو جاو السلطات هما اللي ولاو جبدوه. وتنطلبوا الله يرحم والدينا هاد الفير خاصهم يتسدوا وتنطلبوا من الناس المسؤولين يحيدوا لنا هاد الكلاب راه قريب تما المدرسه كرفتي الناس وهذاك الشيء الله يرحم الوالدين. كنطالبوا الله يجزيكم بخير من السلطات يتكلفوا بهذا البيار يسدوهم يغطيوهم راه فيهم غير العذاب الاليم لعباد الله وللناس والدراري الصغار والناس راه ما كتجيش ولادها تقريهم على خواطرهم راه كيجيو بواحد الطريقه اللي ما هي هذيك. الى غادي المرأة عندها ما تقضي خاصها تمشي مع الولد حتى تدخلوا للمدرسه. الحمد لله الناس السلطات راه قامت بواحد الدور ديال السور ولكن راه الكلاب الضاله خارجه على السور على برا راه كيخافوا من الناس على ولادهم وما بيناش شي كارثه توقع لينا بحال هذه اللي وقعت لهذا الدري راه الله يرحمه ويصبر والديه. هذا الشيء راه اثر علينا احنا كاملين راه هذاك الدري بحالنا بحالو بحال ولاده بحال خونا راه كاع حتى حاجه ما بيناش واحد اللي شي مضره خايبه راه ما بيناش شي واحد راه كاع كلنا الحمد لله مسلمين. وهاد البير هادو خصهم يكون لهم واحد الحل بصفه نهائيه يتسدوا وصلا عن البير هما لا هما مفلحين فيهم ما والو ما مقابلين هما والو خصهم يتسدوا. هادشي راه اثر علينا حنا اثر علينا مزيان خاص هادشي يحيد علينا باش ما عطا الله.
كنكون من منطقه ولاد رزق دبر ولاد رزق كنعانيو من هاد ربعه البيار. ربعه البيار عام سيدي مات فيه واحد الدري عنده 9 سنين وكنطلبوا من السلطات المحليه يجيو يسدوا لنا هاد البيار. والله ينصر سيدنا وحنا بقى فينا هاد الدري راهي خفنا عيط بلا شي واحد اخر ثاني الله يرحمه ويجدد له الرحمه. ولكن حنا خايفين غير من هاد الدري الصبيان اللي تيقرا في هاد المدرسه هادي. تقريبا واحد العامين ولا 6 سنين وحنا كنعانيو من هاد البيار. ما كانش اللي بيعتقنا ولا بيرحمنا. هما راهم هاجروا البلاد ما كاين كاع مساكن هنا ما فلاحين فيه ما والو. وكان البير الاخر فيه 30 متر عاد لكبات وكنعانيو من كلاب دول دلط على قبل المدرسه والمدرسه يلاه شهر هذا باش دار الحيط والدارك يضلوا يديروا حدا البيار. حنا خفنا بحال القاتل اللي جالس هاد التساون على حساب هاد الراية الله يرحمه ويجعل له الرحمه والله ينصر الملك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.